ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده هنعمل جوانتي بدون اصابع باسهل طريقه، بالذات لو انتي بتواجهي مشكله في المقاسات. ده هيريحك جدا في انك تاخدي المقاس. انا معايا الخيوط، بس دي حاجه بسيطه. بستعمل الخيوط دي، هي 30% صوف و70% اكريليك، وبستعمل ابره مقاس 5.5، بس يفضل لو 5. اول حاجه هبدأ معايا بعقدة البداية. بعمل سلسلة مكونة من غرزتين، 1 2. بعدين بلف الخيط بتاعي على الإبرة وبدخل في السلسلة رقم 1 دي، أطلع منها وبعدين أطلع من واحدة وبعدين أطلع من الثلاثة. هعمل الغرزة التانية رقم 2، هلف الخيط على الإبرة بتاعتي وهدخل، مش هدخل في الغرزة نفسها، هدخل في الجزء التاني ده. يعني أنا عندي هنا الضفيرة، مش بدخل في الضفيرة دي، لأ بدخل في الخيط ده في الجزء اللي بعده، اللي هو اتكون لما طلعت من واحدة بس. زي ما شايفين بطلع منها، بعدين بطلع من واحدة، وبعدين بطلع من التلاتة. هعمل تالت غرزة معايا عشان نوضح اكتر. دي هنا الضفيرة، مش هدخل فيها، هدخل في دي، بدخل في الخيط ده. وبكمل كده. انا هعمل 33 غرزة، لكن تقدري تعملي المقاس اللي انت عايزاه. هوريكي ازاي. اسهل حاجة في الجوانتي ده ان انت بتقدري تعملي وتقيسي في نفس الوقت، فمش بيتعبك خالص في المقاسات. 4 دي الخمسة، وهقابلكم في اخر الصف. دول كده معايا 33 غرزة، بعدهم وتأكد من انهم 33 غرزة، وتقدري تقيسي وتشوفي اذا كان هو ده المقاس اللي انت عايزاه ولا لا، لان احنا بنمشي كده. فانا ده تقريبا هو ده المقاس اللي انا عايزاه لحد هنا، لان هي كمان لما هعمل الغرزة التانية هيبدأ يكش معايا شوية عشان أبدأ في الصف الثاني. هو الصف الأول هو اللي نوعا ما صعب، لكن الباقيين سهلين. عشان أبدأ في الصف الثاني برتفع بغرزة وبقلب الشغل بتاعي، وبعمل غرزة نص عمود. دي الضفيرة، مش هدخل في الضفيرة دي، أنا هدخل في الخيط ده. مش بدخل هنا، بدخل هنا واطلع منها، وبعدين اطلع من الثلاثة مرة واحدة. احط لف الخيط على الابرة بتاعتي، ومش بدخل في الضفيرة، بدخل في الخيط ده اللي في وشي، واطلع من الثلاثة مرة واحدة، وبكمل كده لنهاية الصف معايا. الغرزة معايا الغرزة رقم 33، دول كده 33 غرزة. زي ما قلت ان اول صف بيقل معايا. دلوقتي اقدر اقيسها وتشوفي اذا كان هو ده الطول اللي انت عايزاه او حابة تطولي اكتر. انا حابة الطول ده معايا، وهكمل على كده. وبنكمل، هي نفس الطريقة. بكمل بنفس الطريقة علشان اعمل الصف رقم 3 من عند اخر صف عملته.
برتفع بالغيط بتاعي، برتفع بغرزة، وأقلب الشغل بتاعي وأعمل نص غرزة حشو في كل غرزة معايا. زي ما قلت مش بدخل في الضفيرة، بدخل في الخيط اللي قدامها في اللي قصادي ده، وبكمل كده لآخر الصف. أنا عملت 22 صف معايا، لكن هوريك ازاي تعرف المقاس وازاي تقيسي وانتي بتشتغلي، علشان خاطر لو حابه يكون ضيق او يكون واسع مظبوط عليكي ازاي تطلعيه مظبوط. وهشوفكم كمان شويه بعد ما اخلص دول. دلوقتي انا وصلت لاخر صف معايا، عملت الصف رقم 20، رقم 21. دلوقتي انا في الصف رقم 21، ومتهيألي كده كفاية. بتقيسي عليكي وتشوفي اذا كنت محتاجة تضيقي اكتر او توسعي. انا حباه كده، فهبدأ ان انا اربط الجزئين ببعض. بعد اخر عقدة عملتها معايا هطلع بسلسلة، وهبدأ ان انا اخيط الجزئين مع بعض، واخلي بالي ان كل غرزة تكون مع اختها اللي قصادها، يعني الاولى مع الاولى، التانية مع التانية، وهكذا. فهبدأ ان انا اخيطهم مع بعض. هدخل هنا في، مش في الضفيرة برضو، هدخل في نفس المكان اللي كنت بدخل منه عشان يكون نفس الشكل، مع اول عقدة مع اختها اللي قصادها. كده الاولى مع الاولى، هوريكم مرة كمان. هكمل لحد ما اوصل للفتحة اللي انا عايزة اسيب فيها صباعي. انا خيطت 21 واحدة، وهنا الجزء اللي هيطلع منه صباعي بالمنظر ده كده، فلازم اسيب دول مفتوحين. علشان اسيبهم مفتوحين مش هخيط في 6 غرز منهم، هدخل الإبرة بتاعتي بس في 6 غرز من هنا. اعمل غرزة حشو عادية، غرزة منزلقة عادية في 1، ستة. دول كده 6. هبدأ ارجع وادخل الابرة بتاعتي في العقدة رقم 7 من هنا، هسيب 6 من هنا. 1 2 3 4 5 6، وادخل الغرزة في 7. هدخل الابرة بتاعتي هنا في رقم 7.
واكمل زي ما كنت مكملة للآخر. ودي آخر غرزة معايا. بعدين قبل ما بخلص بقلب الجوانتي بتاعي وبشوف المقاس زي ما انا عايزه، ولا احب اكتر اكتر اطول ولا لا. انا هنا بصراحة حبيت ان انا اضيف الاسورة دي عليه، ضفت واحدة هنا، دول 5 صفوف ومن تحت صفين. لكن لو انت حابة تسيبيه بالغرزة الاصلية اللي هي غرزة الجمال عادي جدا زي ما تحبيه، لكن انا حبيت ان انا اضيف عليه دي، حسيته كده مريحني اكتر. ولو عايزة تعرفي ازاي ضفت الاسورة دي هسيبلك فيديو الجوانتي الابيض شرح فيه ضفتها ازاي وعملت الغرز ازاي. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.